بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده الشباب هنشرحوا الفصل ال18 القصة عقبة بن نافع، الدرس ده من سلسلة الدروس القصة اللي احنا شرحناها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الملخص: لقد سار عقبة بجيشه الى ادنى عاصمة الذاب وسمع بذلك سكانها فاستعدوا له، تولى قيادتهم ضباط من خبرة الروم والبربر من خيرة الروم والبربر، ووضعوا النساء خلف الجيش لتشجيع الرجال، وألقى عقبة في المسلمين كلمات حماس مملوءة بالإيمان، وزحف على المدينة عقبة. فلما رأى الأعداء الغبار يرتفع للفضاء أصابهم الذعر والخوف وضعف عزائمهم، فلم يثبتوا أمام المسلمين فانهزموا بعد معركة حامية، وأصبح الطريق إلى طنجة سهلا. فقام عقبة بإعطاء جيشه قسطان من الراحة قبل أن يستأنف الجاي. ده الملخص. شوف دلوقتي بقى المعاني، مفردات معاني الكلمات: قسطا نصيبا، يستأنف، يبدأ، اليرموك نهر بالشام، فيقسم، يفشل، أبدأ، أظهر، يمزقهم كل ممزق، يشردهم في كل مكان. لماذا كان تصور عقبة وسكان أدنى لمعركة بالغة؟ كان عقبة يعلم أن هذه المعركة تحدد مصير المسلمين في المنطقة، بينما كان الروم والبربر يعلمون خطورة هذه المعركة، إما أن يصاروا من المسلمين ويقضوا عليهم، وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم نهائيا. ولهذا كونوا جيشا من النساء لتحمس الرجال. كان الاثنين عارفين خطورة هذه المعركة، عقبة تحدد مصير المسلمين وهما يحركوا مصير الروم. رأى سكان أدنى جيش المسلمين من بعيد أثر ذلك عليهم. كان عندما رأى سكان أدنى غبار الجيش الإسلامي من بعيد، تذكروا ما جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين، فتزعزعت ثقتهم في أنفسهم وبدأت حماستهم تضعف شيئا فشيئا. يبقى رغم أنهم جابوا النساء ولتحمسهم، ولكن تذكرهم لما فعل بالروم والبربر أضعف من عزيمتهم. كان النساء الأعداء دور في المعركة دح ذلك. عندما أدرك الضباط ما جرى للجنود عند رؤيتهم جيش المسلمين، أمروا النساء أن ينادين في الجنود بالاستعداد، وعلى الفور تعالت صيحات النساء: يا جنودنا، يا رجالنا، حماتنا، دافعوا عن أرضكم وأرضنا. بيقولوا يا جنودنا يا رجالنا، مفيش ولا جنودنا ولا جنة ولا حماتنا، مفيش حاجة من الكلام دوت. دافعوا عن أرضكم ولا تكونوا لقمة سائغة للمسلمين. تتخيل الموقف كده، هما بيجوا بينادوا يا جنودنا يا رجالنا حماتنا دافعوا عنا كده، مفيش الكلام ده ولا حياة لمن تنادي. أظهر عقبة والمجاهدين في معركة أدنى مهاراتهم الحربية ضح ذلك. أظهر عقبة المجاهدين في هذه المعركة من البسالة والجرأة ما أفزع قلوب أعدائه من الرعب، وكانوا يصولون بخيولهم فيمزقون الأعداء ويرسلون الضربة فيفلقون الرؤوس والهامات. يا ربي، كان ضرب زي ما بيقول على ودنه. الضرب كان شديد جدا، كانت معركة حامية. وجند الله يرمونهم بالموت، وجند الله يقتلونهم، أيهما أجمل ولماذا؟ وجند الله يرمونهم بالموت إذا يشبه الموت بالسهام التي يرميها المسلمون، السهام المسمومة التي يرميها المسلمون. ما هي نتائج نصر المسلمين في معركة أدنى؟ انتهت مقاومة البيزنطيين تماما، واطمأن قلب عقبة إلى فتح البلاد الواقعة في طريقه حتى طنجة، أصبح أمرا ميسورا. شو سؤال الدرس؟ احتشد السكان أدنى في مكان اسمه وادي سعد، وكانوا يعدون بعشرات الآلاف، وقد قسموا كتائب يقودها كل منهم ضباط من الروم والبربر. هات مفرد كتائب وكلمة تؤدي ومعنى ومن خبرة الضباط. وما المنطقة التي عاصمتها أدنى؟ علامة صمم سكان أدنى عندما علموا بزحف عقبة، وأين احتشدوا؟ ما الخطة التي وضعها سكان أدنى لمواجهة الجيش عقبة ولماذا؟ وبكده يكون خلص درسنا مع الوعد بدروس تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.